وصلنا لمحطتنا الطبية لليوم. وقصور القلب هو مرض يصيب الشخص عندما يصبح قلبه عاجزاً عن ضخ الدم بقوة كافية تجعله يصل إلى كافة أنحاء الجسم كما هو معتاد، وهو شرارة خطر على صحة المريض. لنتعرف على الأسباب والعلاج بيصيرنا يكون بصباحنا لليوم دكتور أحمد العايد، اختصاصي بأمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. بالبداية خلينا نعرف أكثر للمشاهدين شو معنات قصور القلب طبيا. الحقيقة يعني كثير بنسمع يعني تعرفتوا الحقيقة هو عجز أو فشل القلب بالضخ بالقيام بمهامه اللي هي ضخ الدم لأعضاء الجسم المختلفة. لما بيكون عاجز عن ضخ الدم أو يفشل بضخ الدم بالكمية الكافية فهذا اسمه قصور قلب. فهو عبارة عن متلازمة سريرية ينتج عن أمراض كثيرة أكثر ما يكون أنه لحاله هو مرض. هو نهاية أمراض القلب هي الدخول بقصور قلب. في شيء اسمه قصور قلب بدئي يبدأ بقصور قلب مباشرة بس هذا قليل ونادر جدا. معظم حالات قصور القلب هي اللي بتنتج عن أمراض صابت العضلة القلبية ولم تعالج، النتيجة النهائية هي الدخول بقصور القلب. نعم. طيب دكتور، بما أن حضرتك قلت أنه هو نتيجة لأمراض أخرى ممكن يكون موجودة نهايتها قصور القلب، خلينا نحكي أكثر عن الأسباب. يعني اليوم شو المسببات اللي بتوصل بالشخص لأنه ينصاب بقصور القلب؟ أي مرض بيصيب القلب أو الجملة القلبية الوعائية إذا لم يعالج سيدخل المريض في قصور القلب. مثال على ذلك نقص التروية القلبية، تضيق شرايين القلب. هذا مرض شائع نسبيا، نسبته كثير كبيرة. إذا لم يتم العمل على إعادة التروية للعضلة القلبية ستصاب هذه العضلة بالفشل والضعف ويدخل في النهاية بقصور القلب. مثلا اضطرابات النظم، مثلا ارتفاع الضغط، هذا من الأشياء الشائعة جدا. بيقولوا ثلث السكان البالغين عندهم ارتفاع ضغط. صحيح. سواء تشخصوا أو ما تشخصوا، هدول إذا ما تعالجوا فعلى المدى البعيد راح يدخلوا كمان بقصور القلب. هلأ في التهابات العضلة القلبية، هي صارت شائعة وكتير، غالبا هي فيروسية. هلأ نحن بوباء اللي هو كورونا، الله يبعده عنا وعنكم يا رب. هلأ هاد مثلا ممكن يعمل كمان التهاب عضلية قلبية، ممكن يؤدي بالنهاية بالمريض أنه يدخل بقصور قلب. وشفنا حالات كتيرة الحقيقة من المرضى اللي دخلوا بكورونا طلعوا بقصور قلب. لذلك دائما نحن يعني وصيتنا لهدول المرضى أنه شيكوا على القلب مو وقت المرض، بعد ما ينتهي المرض، بعد ما يطمنوا أنه شفيوا أو تحسنوا أو رجعوا لحالتهم طبيعية لازم نشيك على القلب ونفحص لحتى نتأكد هل فعلا في ضعف بالعضلة القلبية أو دخلوا بقصور قلب أو لا. دكتور قلت قصور القلب نتيجة أمراض أخرى وبيتم يمكن كشفها يعني بحالة متأخرة، كيف فيني أنا أعرف يعني مثلا بعض الأعراض لكثير من الناس اللي عم تتابعنا لأنه مثلا مر بمرض ممكن يسبب له قصور قلب، في بعض الأعراض ممكن أنا دق ناقوس الخضر أقول ممكن هو مصاب بقصور قلب لأنه نتيجة مرض ما كان معه؟ طبعا. هلأ نحن دائما بنقول للمرضى اللي عندهم حالة قلبية معينة غير قصور القلب اللي ممكن تؤدي لقصور قلب أنه فحصوا حالكم بشكل دوري لحتى نكتشف الموضوع. هي ثقافة موجودة للأسف. صح. يعني التوجه للأسف للطبيب هي آخر خيارات الناس، وأحيانا بتقلك يعني نحن من الناس أو كل الناس أغلبها بتتحمل الألم، يعني آخر خيار لما بيكون عند الطبيب. شو هي بعض الأعراض؟ لأن أنا أقول مثلا لا، يعني ممكن الشخص ما ينتبه للمحيط ينتبه. أشياء عرض هو ضيق النفس أو نسميها زلة تنفسية خاصة أثناء الجهد. طبعا هي ممكن تترقى، ممكن توصل لزلة تنفسية أثناء الراحة حتى وهو قاعد عم يلهت عم يضيق نفسه. بس الفكرة مثل ما تفضلتي أنه إحنا الثقافة الطبية شوي ما أنا يعني بالمستوى المطلوب. تلاقي مريض عنده ضغط وضغطه كتير عالي مثلا بس قال متعود على ضغطه، يعني هي الفكرة الشائعة عند الناس انه متعود على ضغطه. الفكرة الثانية الخوف من العلاجات احيانا انه والله دواء ضغط بيعمل سكري، دواء ضغط بيعمل مشكلة بالكلية، دواء ضغط
هذا طبعا يعني غير صحيح، وهالاشياء اللي انذكرت السكر او مشكله الكلى او هي النسب جدا بسيطه، يعني ممكن بعض الادويه ترفع السكر مثلا 5%، مو ما راح يكون 100 يصير 300 او 400 من وراء ادويه ضغط مثلا. احيانا بيصير العكس، او هو الاشياء دكتور اللي هو العكس دائما، مثل ما بنقول لما نقول في عوامل خطوره بتؤدي الى الامراض، او في اسباب اخرى بتكون موجوده عند الشخص او امراض اخرى منها السكري. يعني السكري عاده هو بيؤدي للاصابه بمرض القلب او صحيح. امراض صحيح. اخرى، ولهيك خلينا نقول اليوم الاشخاص اللي صار كثير، لانه هلا ايضا مرض السكر صار منتشر كثيرا، ويرجع هذا الشيء للنمط الغذائي عند الاشخاص. اليوم الاشخاص اللي مصابين بالسكري واللي بيدخلوا بقصور قلب او بامراض قلبيه، بصير في موازنه شوي صعبه بين الادويه وبين الحياه العلاجيه، خلينا نحكي عن الحقيقة. مهما كانت تأثيرات جانبية للعلاجات القلبية فرضاً أنه بترفع السكر أو بتعمل أي مشكلة تانية، هي لا تعادل 1% من التأثيرات الجانبية للمرض نفسه. فالإنسان بده يختار ما بين يتحمل مرضه ومشاكله، وما بين يتحمل الدواء ومشاكله اللي ممكن تكون. اللي قلنا كل مشاكل الأدوية بتيجي 1% من مشاكل المرض الأساسي اللي نحن لازم نعالجه، خاصة ارتفاع التوتر الشريان، ارتفاع الضغط. يعني تخيلي أنه مريض ضغط إذا لم يعالج ممكن خلال فترة بسيطة يدخل بقصور قلب. مشكلة وين؟ التداخل وقتها ممكن ما يعطي النتائج الجيدة. يعني يجي بده يعالج الضغط بعد ما يدخل بقصور قلب، بيستفيد لكن مو هالفائدة الكبيرة. الفائدة تأتي بهيك حالات من العلاج المبكر قبل ما يدخل بقصور القلب. طبعا قصور القلب له أدوية وله علاجات وله أشياء كثيرة، لكن الأفضل هو عدم الدخول بهالموضوع. مريض نقص التروية يعالج نقص التروية، كثير سمعنا عن مرضى صابوا احتشاء أو خناق صدر أو هي، أخذوا دواء وانقطعوا عن الزيارات، ويمكن ما كملوا علاجهم، ما تابعوا عند الطبيب، ما سألوا عن حالهم، إجوا بالنهاية بقصور قلب أو اعتلال عضلة قلبية. مريض مثلا ارتفاع ضغط شرياني نفس الشيء، بيروح هون وهون بيقولوا له والله، أو على الإنترنت، هلأ معلومات على الإنترنت هي المشكلة الحقيقة، معلومات الناقصة، بيسمع كلمة أنه والله هذا الدواء هيك بيعمل، هذا الدواء هيك بيعمل، صار عنده حتى حالة نفسية. كيف بده يتقبل ياخذ هالحبه او هالدواء اذا هو قاري عنا هالبلاوي او سمعان عنا هالبلاوي وكله خطا، كله مضخم بطريقه غير عاديه؟ نحن مثل ما بنقول دائما بنأكد التاثيرات الجانبيه تبع كل الادويه ما بتيجي 1% من تاثيرات المرض على الانسان. وهي ناحيه كثير مهمه ولازم يعرفها كل انسان. الله ابتلاه بمرض معين سواء ضغط او نقص تروية او اي شيء من اللي ممكن يؤدوا لقصور القلب في المستقبل. هلا نحن مثل ما قلنا الالتهابات الفيروسيه اللي على راسها يعني كورونا. هلا طبعا غير كورونا، حتى الرشح العادي، حتى القريب الانفلونزا العاديه ممكن تعمل التهاب عضلي قلبي، ممكن ينصاب الانسان برشح او قريب، وبعد شهر شهرين ثلاثه ممكن تظهر عنده اعراض قصور قلب، فبيكون تأذت العضلة القلبية لكن كانت غير عرضية وبعدين صارت الأعراض. طيب دكتور، خلينا نحكي عن طرق العلاج لمرض قصور القلب، ويمكن المراحل تختلف ولا لا هو العلاج فينا نقول نفسه؟ طبعا لا، الحقيقة سؤال حلو، أنه حسب المراحل، حسب مراحل قصور القلب. المرحلة الأولى من قصور القلب بتوجه العلاج للسبب. مريض ضغط لازم نعالج ضغطه، مريض سكري لازم نعالجه، نقص التروية وهذا كتير مهم، موضوع نقص التروية اللي هو بينتج عن تضيق بشرايين القلب، نعمل المداخلات المناسبة حسب حالة كل مريض. طبعا ممكن قسطرة، ممكن توسيع شرايين بالبالون والشبكات، ممكن لما تتحسن التروية ما بيدخل المريض بقصور قلب، راح يكون عضلة القلب عم تاخد التروية الكافية، ما راح يصير فيها ضعف. فالمرحلة الأولى بالعلاج هي علاج السبب. هلا المراحل المتقدمه اكثر في علاجات نوعيه لقصور القلب، وهو يمكن قصور القلب اكثر حقل طبي قلبي عم ياخذ اهتمام عالمي، لانه نسبه الوفيات فيه عاليه الحقيقه تعتبر. فلذلك هلا كل فتره بيطلع دواء جديد لقصور القلب، وهلا مؤخرا ما صار له يمكن سنه ادويه، بعض ادويه السكر ثبت انه هي بتحسن كثير من وضع القلب وبتعالج قصور القلب كمان. وهي ظاهرة الحقيقة أنه دواء سكري صار هو دواء قلب حتى يستعمل لمرضى القلب. وهم تيجي الثقافة الطبية، بيجي مريض قصور قلب نكتب له هذا الدواء، بيقول دكتور أنا ما معي سكري،
بس هو دواء لقصور القلب الحقيقة صار الآن. فكل فترة بتطلع يعني أدوية جديدة. طبعا في علاجات تانية، حتى ممكن عمليات جراحية، ممكن مثل ما قلنا إعادة تروية، إعادة توعية، إذا مشاكل بالصمامات إذا عالجناها كمان بتحسن قصور القلب كتير. في مرضى ممكن يتحسنوا على البطاريات، ممكن نزرع لهم بطارية داخل القلب، فكمان بيتحسنوا كتير. إلى آثار مو كل المرضى، بس إلى آثار سلبية لزراعة البطارية ولا لا؟ ما لها الآثار. أنت بدنا نفكر إنه المرض هو قصور قلب، هو اللي بيؤدي لنسبة وفيات عالية وأمراضيات عالية. أكيد يعني بعض المرضى ما بيمشي خطوتين إلا بتلاقي بصير يلهت مثلا. وهذا اللي قلنا عليه بالبداية، هي عملية يعني تعطيل بطريقة ضخ الدم، فبالتالي تماما. هي التأخر أنتم عم تحاولوا تزيدوه وترجعوه لمعدله الطبيعي من خلال البطارية. تماما. وهون كان بدي أسألك دكتور، هل يدخل بقصور القلب العلاج الجراحي ولا فقط نكتفي بعلاج الدوائي لأي مرحلة، وأنه الأكثر نجاحا؟ يعني مثل ما قال الدكتور في عوامل خطورة اليوم، في أشخاص ممكن يكون عندهم أمراض صدرية ما كتير بينصحوا الأطباء أنه يتبنجوا ويخضعوا لعمل جراحي مشان نقص الأكسجة بجسمهم، وفي أشخاص لا، هو حسب العمر ومدى الإصابة. طبعا القاعدة علاج قصور القلب دوائي مو جراحي، لكن حسب السبب. هلأ مثلا إذا كان مريض عنده قصور شديد بالصمام التاجي وهو سبب دخول المريض بقصور القلب، بالمراحل الباكرة لما نكتشف قصور قلب نعالج صمام تاجي جراحيا، بيتحسن كتير المريض وما بيكمل، ما بيدخل بقصور قلب متفاقم أكتر. مثلا لما يكون مريض نقص تروية وعنده إصابات شديدة وكتيرة كل الشرايين، ممكن يكون توسيع بالون شبكات ما بيحل المشكلة، ساعة الجراحة ممكن تحل المشكلة. طبعا في حلول جراحية، ولا ننسى أنه آخر شيء بقصور القلب هو زرع القلب مراحل متقدمة، ونحن للأسف ما عندنا هذا الشيء. يعني مع أنه هو ما أنه صعب كتير زرع القلب، لكن ما عندنا قوانين تحمي اللي عم يعملوا هالشيء الحقيقة. أنه نقدر ناخد، يمكن نقدر ناخد القلب مثلا من إنسان متوفي دماغيا أو لا. عم يشتغلوا الآن على قوانين تجديد القوانين وتحديثها بحيث أنه نتمكن من أنه نمضي قدما في هذا الموضوع. هي آخر شيء هو حل جراحي لقصور القلب كمان. طيب دكتور، خلينا نحكي، ممكن يأثر قصور القلب إذا ما تعالج لفترة متأخرة على بعض الوظائف بالجسم، ممكن يكون له آثار ولا لا؟ طبعا. هو قصور القلب مثل ما قلنا عجز القلب عن ضخ الدم لأعضاء الجسم. ممكن يأثر على بعض الوظائف، مثلا الكلية ممكن يصير في قصور كلوي ناتج عن قصور القلب. لأن ما عم يوصل الضخ الكافي للكلية، حتى بالرئتين، حتى بالدماغ، حتى كل الأعضاء بتتأثر بالقلب. فلما يكون في قصور قلب، ضخ الدم ما عم يوصل للأعضاء، لكل الخلايا، كل الخلايا ما عم يوصل الدم الكافي، فممكن كله يتأثر بهالموضوع. لكن أكثر عضو ممكن يتأثر هو الحقيقة الكلية، وياما شفنا مرضى صار معهم قصور كلوي من وراء ضعف عضلة القلب، ولما تحسن ضعف القلب صار أفضل، تحسنت وظيفة الكلية آلياً لحالها حتى بدون علاجات خاصة للكلية. أكيد، وهذا دائما اللي بنحكي عليه التداخل، لهيك بنقول أنه كل شخص له حالة لوحده. وكل شخص فيه بيقولوا القصة المرضية عنده اللي بيدرسها الطبيب معه، بيختر له الأنسب. وهون كمان يمكن في ناس كثير بتسأل أنه مريض قلبي بياخد مدرات بولية ليش؟ يعني في ناس تسأل ليش بياخد مدرات بولية؟ بنعرف مدرات بولية للكلية أو لشي، شو دخلها بالقلب وشو دخلها بالرئتين وشو دخلها بالمي والقصص هاي؟ ضعف عضلة القلب أو قصور القلب بيؤدي لتراكم السوائل الكبير بالجسم، وهو من أكثر الأمراض، يعمل ضغط على الرئتين أحيانا، من أكثر الأمراض اللي بتؤدي لتراكم السوائل. فالمدرات هي جزء أساسي من علاج قصور القلب الحقيقة. هلأ ممكن هي نلجأ لها بمراحل شوي متقدمة، المراحل الأولى ما في حاجة لها، لكن مراحل شوي متوسطة أو متقدمة فلابد من إدخال المدرات في النظام العلاجي. لكن هذا كله كان ممكن تفاديه لو عالجنا السبب من البداية. تعالج السبب انتهى الموضوع كله من الأساس وما دخلنا بقصور القلب. هي كلمة أخيرة بالختام إذا بتحب تضيفها دكتور أو توجهها لكن الناس، أهمية التوجه للطبيب في حال شعور فعلا في مشكلة قلبية، لأنه بيأثر على مرحلة العلاج وعلى الشفاء، وفعلا بيكون في آثار إيجابية للعودة للحياة بشكل طبيعي. تماما. هلا أكبر مثال على ذلك احتشاء العضلة القلبية، نقص التروية القلبية الحاد الناتج عن انسداد الشرايين، هذا مثبت علميا إذا تعالج باكرا
خلال الساعات الأولى ننقذ العضلة القلبية من الضعف ومن التليف أو التموت وبيرجع لطبيعته تماماً. والتأخر كمان بده يدخلنا حتماً بقصور القلب، قصور قلب الناتج عن احتشال العضلة القلبية كتير معقد ومتقدم أكيد. وممكن يصير في أم دم بالبطين الأيسر، يعني ممكن يصير في شذوذات حتى بشكل القلب، فهي مشكلة كتير كبيرة الحقيقة. بينما التداخل الباكر بهالموضوع هذا بالساعات الأولى خاصة كتير ينقذ الناس من الدخول بقصور القلب. صحيح، يعني والعكس التأخر حتما رح يدخلهم بقصور القلب. أكيد معلومات مهمة أخذناها اليوم من حضرتك، بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور أحمد العايد. شكرا لك. الله يخليكم. شكرا لك. شكرا.